السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا فيديو اليوم ان شاء الله نخدموا العباءة اللي شفتوا او الكاب، هو جاي شكل ديال الكاب. شحال غادي نحتاجوا؟ الكمية اللي غنحتاجوا، غنحتاجوا الطول ديالنا يعني من الكتف حتى الطول المرغوب فيه يكون مرتين، يعني مضروب في اثنين، طول مرتين زائد قيمة ديال التشطيبات. تزيدوا مثلا 10 سنتيم مثلا، يعني هذا غير مثال. عندك متر، متر ونصف، خدي 3 متر، انا عطيتك غير مثال، وزيدي عليه 10 سنتيم حتى ل 15 الا كان كيشرب الثوب. الا كان الثوب ديال الخيط كيشرب يعني ينقص في الطول ديالو، خديه بزياده باش هكذا من يشرب كيجي القياس. وهذاك نتمنى يكون واضح. نفس الطريقه حتى للبنوتات الصغار، لان هادو سبق لي خدمت بهم فراشات يعني عباءه بهذه الطريقه. هذه نفسها خدمتها بثوب مسلين ولكن كانت مغلقه من الامام وفيها الطرز والتنبات، كيصلحوا حتى للمناسبات، كيصلحوا كذلك اللي بغاتهم زعما للخروج، اللي يعني تخرج بهم للزنقه. دير الثوب ديال الاثواب اللي كيكونوا، غنوريهم ليك، ديال الخمارات او ريحانه. هاد الثوب ديال الخمارات هذا لون ترابي لكن كيبان بحال اللي بني، كديروا معاه الباندا تكون في الاسود مثلا. ها هو كيبان لكم هذا مار ولكن هو اسود، الثوب هذا يعني ديروا الباندا تكون في لون وهذا يكون في لون. بغيتو يكون مزركش يعني مزوق فيه وراء الورادي ولا اللي بغيتو، على حسب نتوما شنو بغيتو، واش بغيتو للبيت، بغيتو تخرجوا به. بالنسبه للموديل هو في هذا النوع ديال الثوب، يعني كيكون الثوب ديال الحرير، كيكون جاي في حساتان رطب، وكيكون الالوان ديالو على حسب تختاروا اللون اللي بغيتو. هذا اللي بغيتو بالنسبه للمنزل، بغيتو للبيت ممكن تاخذوا موسلين وتاخذوا التبطين ديالو، انتما احرار. انا نعطيكم الموديل وانتما ديروا الشكل اللي بغيتو حسب الاذواق كتختلف. انا هنا هذا الثوب هذا الصراحه كنت غادي نخدم لكم به الثوب ديال البينوار اللي طلبوا لي الاخوات. صراحه كنعتذر، سمحوا لي بزاف، لان راه والله ما نسيتكم، يعني كل وحده طلبت لي شي حاجه عندي مسجلها بالاسم اللي كيطلع ليا في الكومونتير، الاسم ديالكم كنكتبوا وكندير الطلب داكشي اللي طلبتوه ليا. ان شاء الله راه ما نسيكمش، كلشي غادي ننزل لكم، حتى الاخت اللي بغات سروال عريض وكيجيب الكاب، هذاك ماشي كاب، هذاك مونطو كيصلح تلبسوه في الشتاء والصيف. ان شاء الله راه والله ما نسيتكم، غير سمحوا لي انا كنحاول نحط لكم موديلات اللي الله يخرجوا باش هكا تستافدوا شويه هكا شويه هكا، كنحاول ارضاء الجميع. بالنسبه لي انا عندي هذا اللون هذا كتشوفوه مزوق، هذا هو اللي كنت غنخدم لكم به بينوار، ونخدم لكم مع الدوني ديالو اولا دي باردو ولكن مختلف شويه مع السروال. بالنسبه لي دابا غنخدموا عباءه اللي كنتكلم عليها اللي غادي نديروها دابا في الدرس، وغندير معاها هذا الثوب هذا في الابيض يكون في الباندا، هذا الفيسكوز وهذا الفيبرا. نبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم. الطريقه ديال اخذ المقاسات، ندوزو الطريقه ديال اخذ المقاسات. بالنسبه تقدروا ديروا حتى الثوب ديال جوهره حتى هو يجي مزيان، ويكون مغلق من الامام ما تكونش فيه ازرار، يعني نتوما كتختاروا اللي بغيتوا. بغيتوا ديروا فيها هذيك الباندا في الامام ديروها على حسب الموديل، انا هو اللي غنشرحوا لكم باش ما نزيدش عليه شي حاجه باش ما نطولش عليكم. واحد الاخت دائما كتقول لي اختي راه كطولي، لكن انا كنخدم بالقواعد ما كنخدمش عشوائي باش هكذا الكل يفهم. اذا عندنا الكتف منتصف ديالو من العظم للعظم زائد الطول اللي بغينا، يعني الطول المرغوب فيه كيف كتشوفوا الموديل اللي لابسه الاخت، هو واصل حتى المرفق حتى لهنايا حتى لجهة المرفق بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للفتحه اللي فيه كتشوفوا السنتيم، كديروا السنتيم وتشوفوا القيمه اللي بغيتوا نتوما في ديك الفتحه تكون فيه. نتمنى يكون واضح. صافي كناخذوا الطول، ما فيه لا دورات الصدر ولا حزام ولا ورك، يعني ما فيش، فيه غير الطول، الطول الكلي حتى الاسفل، وفيه عرض الكتف غنقسموا على اثنين ناخذوا غير النص ديالو، وفيه كذلك طولكم المرغوب فيه، ممكن ديروه حتى للجهه المرفق، ممكن ديروه اكثر، لكن انا كنفضل احسن حاجه يعني فحال اللي كاين في الموديل غنخدموا حتى للجهه المرفق. وديك الساعه تقدروا ديروا معاه تلبسوا تحت منه اللي بغيتوا، هو كيجي في حال شكل الكاب. ممكن بالنسبه لاصحاب الخمار الا ما بغيتوش تلبسوا تحت منه البودي فحال اللي كتشوفوا في الصوره اللي لابسه الاخت نهيله، ما بغيتوش تلبسوا تحت منه بودي حيت كيجي لاصق وكيوصف مثلا اليد، يعني كيوصف اليد تحت منه مثلا. هذا ديال العباءه كتكون سامبل وفيها لاستيك، هنا ممكن يكون لاستيك غير هنا في هذه الجهه، هذاك العريض اللي كيجي عريض. ممكن ديروا قميص يعني شوميز ولا قميجه اللي كتكون بالازرار هنايا حتى هي ممكن، كيكون اللون سامبل يعني كيكون لون واحد.
المهم هذا الشيء كيبقى لكم اختيار لكم، انا غير كنحاول يعني نعطيكم بعض الافكار ونتمنى يعجبكم. بالنسبه الى كانت فيه الزواق غير في الجناب، يعني فيه غير في الجوانب، مثلا في الزواقه فيها غير في الجوانب، كيكون اثواب اللي كيكونوا على هذا الشكل هذا، كيكون الزواقه ديالهم كتكون غير في الجوانب. فهنايا الا بغينا هذيك الزواقه تجينا في الامام وضروري غادي تجيكم حتى في الخلف، والخلف كتكون فيه خياطه. هذه الا بغيناه يكون الا كان عندنا الثوب فيه الزواق. انا ماشي موضوع ديالي هذا، لكن بغيت ربما اخوات يكون عندهم الثوب موجود وكيبغيو يخدموا، علاش لا. هنا غنبداو من هذه الجهه اللي كتكون مفتوحه، الثوب كنطوه بهذا الشكل هذا على الطول ديالو، لاحظوا معايا مثلا عندي هنا 3 متر او 3.5، كنطويها على زوج بهذا الشكل هذا بالطول. هذا هو الطول وهذا راه هو العرض، هذا العرض وهذا الطول، كنطويه بهذا الشكل هذا ونعاود نطويها الا بغيتها تجيني مفتوحه من الخلف ومن الامام. يعني الخياطه كتكون في الخلف باش كيكون فيها داك الزواقه، والامام كذلك كيجي فيه داك الزواق. ما كانش فيه الزواق مثلا بحال هاد الثوب هذا ديالي اللي غنخدم عليه انا، اولا مثلا سامبل وبغينا هاد جينا مغلقه من الخلف ما يكونش فيها خياطه. فهنايا في هاد الحاله كنبداو من هاد الجهه اللي كتكون مسدوده، نتمنى يكون واضح. يعني كنبداو الخدمه ديالنا نبداوها من هاد الجهه اللي كتكون مغلقه بهذا الشكل هذا، نتمنى يكون واضح. اذا شنو غادي نحطوا المقاسات اللي غادي نحطوا، الطريقه باش نخدموها. علاش طويت انا بهذا الشكل هذا؟ لان لا طويت الثوب على 4، الا طويتو بهذا الشكل هذا مثلا، الا طويتو بهذا الشكل هذا مثلا، غيخصني منين نجي نقطع الامام غادي ضروري ما غاديش نقيسو الخلف. انا بالنسبه لي ما غاديش نقيسو، انا عارف كيفاش نتعامل معاه، لكن المبتدئات او المبتدئين غيجيهم صعيب. لهذا انا كنفكر كنفضل هذه الطريقه، لان ديجا خدمت هذا الموديل قلت لكم خدمتو ديال المناسبات، خدمتو يعني هذا، يعني عرفت بزاف الطرق ديالو. اذا كنطويو على هذا الشكل هذا، ممكن تبداو من هاد الجهه المغلقه، تبداو من هاد الجهه المفتوحه، الا كان بحال في الاخير راه بجوج كيتقطعوا، يعني هنايا كيكون هذيك القصه ديال الكتف وهذا، وهنا راه في الاخير كيكون الطول ديالنا النهائي راه كيكون مفتوح. صافي هادشي اللي كاين. اذا نكبر لكم الصوره ونبداو في الخدمه. نعتذر مره اخرى، راه ماشي كنطور ولكن كنحاول انني نوصل لكل شيء، حيت ماشي كل شيء معلم وماشي كل شيء، راه كاين مسكينه ولا مسكين كيكون مبتدئين. اذا عرض الرقبه هو 8 سنتيم، نبداو بالخلف هو الاول، كننزلو باثنان سنتيم، بهذا الشكل هذا رسمت التكويرة ديالي ديال الخلف، لا ما كيبان ليكم، كننزل باثنان سنتيم في الخلف، ونرسم التكويرة اللي هي عرض ديال التكويرة، العرض ديالها 8 سنتيم، ونزلت باثنان سنتيم في الخلف، وكنحسب منتصف ديال الكتيف. نجي للنهايه ديال الثوب، النهايه ديالو، وكنزل بخمسة سنتيم هي الاولى، نصي الخط نقطه 5 سنتيم نلاقيها مع رقبه مع ديك 8 سنتيم. ما بغاش ننزل المقاسات لان في الاخير غادي ننزلو وغنعاودو العبار، لهذا كنفصل هذه، كنفضل هذه الطريقه الاحسن. اذا 8 سنتيم غادي نحطو السنتيم ديالنا من هاد 8، من هاد الرقبه، من البدايه ديال الثوب 8 سنتيم، ونحطو المنتصف ديال الكتيف زائد طول الكم المرغوب فيه حتى الجهه ديال المرفق زائد فتحه الكم اللي قلت لكم، يعني الفتحه ديال الكم اللي غادي تكون في المرفق، القيمه اللي بغيتو نتوما ديروها، يعني شوفوا نتوما عبروا الفتحه شحال بغيتو فيها، تقدروا ديروا فيها 18، ديروا فيها 19، ديروا فيها 20 حسب الرغبه، حيت تقدروا تفصلوها للبنات الصغار، لهذا ما المهم انا نقدر ندير فيها 18، بالنسبه لي ندير فيها 18 حتى 19، انا غادي تكون فيها خياطه غتنقص ليا القياس، تقدروا ديروا فيها 20 اللي بغيتوا. صافي حطيت المقاسات هنايا في هذه الجهه، ياك فهمتوني كيفاش حطيتها، يعني حطيت 8 سنتيم، ولا قبل كاع ما تحطوا 8 جيو للاخر ديال الثوب ونزلوا ب 5 سنتيم وديروا واحد الخط هكا كنديروا عليه فتحه الرقبه 8 سنتيم، ولا كنفضل احسن طريقه اللي وريتكم دابا، يعني ديروا 8 سنتيم هي الاولى ياك ديال الرقبه، ومن بعد كناخذوا من هذه النقطه 8 حتى لعند 5 سنتيم ديال اسقاط الكتف، يعني ميالا للكتف، نصير النقطه ديال الكتف مع نقطه الرقبه، ونبدا نحط عليها مقاسات منتصف الكتف زائد طول الكم المرفق، غادي تكون عندنا متصله مع الكتف بحال جهه الكتف. اذا من بعد كنجيو نحطوا الطول، الطول ديالنا كناخذو بهذه الطريقه هذه، كنحط السنتيم
في البدايه ديال الكتف جهه الرقبه كنحط السنتيم بهذه الطريقه هذه، ناخذ الطول ديالي ونبدا ندور السنتيم بهذا الشكل هذا. نتمنى يكون واضح بهذا الشكل هذا باش داك الجوانب كيجوني مهزوزين. ومازال غادي نزيدو نطلعو، غادي نقول لكم كيفاش. كنجي لاسفل الموديل ونحط 45 سنتيم، 45 سنتيم بهذا الشكل هذا، 45 سنتيم، 45 سنتيم بهذه الطريقة. ونقسم هذيك 45 على 2، ناخد المنتصف كنطلع به في الجوانب، يعني المنتصف ديال 45 هو اللي كنطلع فيه، نطلع به في الجوانب بهذا الشكل هذا صافي. باش كتجيني ديك التقويرة، كتجيني ديك الدائرة، كنجي لهاد النقطة ديال اللي طلعت بها في الجوانب ونجيبها لعند 45 سنتيم بهذا الشكل هذا. ومازال غادي نزيدو نجيبو هاد الدائرة نقادوها. كناخذ من الفتحه نهايه ديال الكم اللي هي الفتحه ديال الكم ونصيلها بهذه النقطه هذه، لاقيهم محترفات ما يحتاجوش لاقيو، راه غيدوزو نيشان بالمقص اللي زعما شويه متمكنين، اما المحترفين راه ما يحتاجونيش. اذا كندير هذه الدائره هذه بهذا الشكل هذا، نحاول نقادها بهذه الطريقه، يعني العبايه سهله سهله سهله. اذا مني درت هاد الخطوات هما الاولين، من بعد كنجي نقطع هاد الخلف، عفوا نقطع الخلف هو الاول كنحيدو، نحيد هاد القيمه ديال الكتف اللي قطعنا، ونحيد كذلك هاد الزوائد الحاجات اللي زايدين في الجناب اللي زايده. اذا كناخذ غير القيمه اللي طراسيت، نجيب هاد الدوره هذه ديالي بهذا الشكل هذا اللي خديت. بالنسبه كناخذو نديرو الطول زائد 3 سنتيم، او من كنفضل تكون 3 سنتيم حيت عباءه ما فيهاش بزاف الثانيه، اللي بغات دير كثر لكم الاختيار. اذا كنحيد الخلف، هذاك الشيء قلت لكم طولتو بديك الطريقه، كيجينا هكذا ساهل. كنحيدو الخلف ندوزو للامام. الامام قلنا عندنا عرض هو 8، يعني كيبقى لي المقاس راه هو هذاك، يعني داك الشيء اللي درناه في الخلف راه نفس الطريقه في الامام. هنا كناخذ من نقطة 8 سنتيم نحسب 28 سنتيم، 28 سنتيم غادي ندير كول في. غادي تقولوا لي بزاف، ولكن غادي نشرح لكم علاش، لان هاد 28 ما غاديش تبقى 28، غادي تنقص. ها هي 28 اللي رسمت دابا، 28 في كول في 20، غادي نجي لهاد 28 وندخل نقص من الامام، كنقصو 3 سنتيم، نقصو منها 3 سنتيم على طول الموديل، على طول هاد العبايه الطول ديالها كنحيدو فيه من يعني في الامام ماشي من الطول، كنحيدو في الامام. قلت لكم كنجيو في النهايه ديال 28 ندخلو 3 سنتيم، نحسبو 3 3 3 حتى للاسفل صافي. طراسيوها حسبوها، بالنسبه اللي شويه متمكنين راه غيديروا غير النقاط ما يحتاجوش يطراسيوها. اذا طراسينا هاد 3 سنتيم اللي هي هادي 3 سنتيم ديالنا اللي قلت لكم، ونجي للمنتصف ديال 28 نقسمو على 2، يعني عفوا ناخذ هاد الطول ديال كولفي اللي هو هذا 28 نقسم على 2، ونجيب هاد 3 سنتيم نلاقيها مع هاد النقطه ديال المنتصف ديال 28 ديال طول ديال الرقبه ديال الامام. كنجي للمنتصف ديال 28 وناخذ هاد النقطه الثلاثه نلاقيها معاها. اش كتجيني العبايه طايره شويه، ما تجينيش هذا الشكل هذا، هذه غير رسم على الورق الورق، لكن في الواقع يعني الموديل الاصلي يكون احسن. لان كتجيني شويه دايره شويه في الامام. هذه جات طراسيتها وقطعتها هي، يعني كتجينا في الامام كتجي على هذا الشكل هذا، وغادي تكون فيها باندا، يعني هاد الثلاثه اللي حيدنا وزائد الخيطه من غنخيطو غيمشي هي غتولي بحال اللي حيدنا 4 سنتيم. دونك هذيك 4 سنتيم حنا الباندا غادي نقطعو فيها 10 سنتيم، باش ملي نطويوها كتعطينا مثلا هذه هي 10، غادي نطويوها على 2 غتعطينا 5 سنتيم. 5 سنتيم ملي غنخيطوها مع العبايه، يعني مع الامام ديال العبايه ملي غتخيط غتمشي لنا 1 سنتيم، يعني كتولي 4 سنتيم بحال التعويض ديال هاد القيمه اللي حيدنا في الامام. نتمنى يكون واضح. بالنسبه للطول ديال، يعني قلنا العرض ديال الباندا هو 10 سنتيم، بالنسبه للطول ديالها كنحسبوا هاد القيمه من الاسفل، كندوروا ونحسبوا التقويره حتى للاسفل،
يعني من هاد الجهه ندور على العبايه حتى للجهه الاخرى. نحسبوا القيمه اللي عندنا اللي غنحتاجو في العبايه هي اللي كنديروها في الطول ديال الباندا. نتمنى يكون يعني الشرح ديالي تكونوا فهمتوني شنو بغيت نقصد لكم. صافي هذه هي العباءه، سهله بزاف. طريقه الفصاله غنوريها لكم على التوب، انا شرحت لكم على الورق لان التوب كيكون كبير ومع التصوير ما كنشد لكمش يعني كلشي، وقدروا بالتالي ما يبان لكمش. كتجينا على هذا الشكل هذا صافي، يعني بالباندا. بالنسبه ل 28 في كولفي قلت لكم اللي غتقولوا انها بزاف، مثلا كاين اللي يقول لك بزاف. ما تنساوش مثلا نفترض مثلا انا هذه هي يعني تسعود نقولوا مثلا هذه هي 28 هي فات 9، ملي كتحط الباندا فوق بعضياتها يعني كتحط باندا فوق باندا بهذا الشكل وكنديروا الازرار راه كينقص لينا العبار، ما كيبقاش الطول اللي بغيناه كما هو. يعني ديك 28 في فتحه ديال الامام كينقص القيمه اللي حطينا كتنقص لينا ما كيبقاش كما هي. نتمنى اخواتي يكون واضح. ندوزو دابا لطريقه الخياطه، انا غادي نكمل التوب ديالي غادي نفصلو وندوزو نوريكم طريقه الخياطه. ما شرحت لكمش على التوب لان الورق كيبان اكثر، وهكا على التوب يعني بحال شويه كنتعطل فيه يعني مش كنبقى نشرح لكم عليه كيكون الفيديو اطول. نتمنى يكون واضح، راه بحال نفس الطريقه ها هو التوب متني يعني بحال اللي وريتكم في الورق نفس الطريقه. اذا بالنسبه للفتحه ديالكم لاحظوا معايا راني قطعت الكول وهذا، ما غاديش نشرح لكم على التوب لان ديجا شرحت لكم على الورق. غير واحد النقطه مهمه باش ما ديروهاش، هنا ملي حسبت الفتحه ديالكم لاحظوا معايا قلنا طول الكتيف منتصف ديال الكتيف زائد الطول ديالكم المرغوب فيه، راني وضعت فيه علامه. اي حاجه كنعلمها ضروري توضعوا علامات باش تعرفوا المكان ديال الفتحه من تجيو تخيطوا، يعني من تخيطوا توصلوا هنا توقفوا تخلوا ديك الفتحه. هنا حسبت 18 سنتيم 19 عفوا 19 اللي حسبت يعني من هنا حتى لهنا 19 سنتيم، وجيت دخلت من هذا القنت ب 2 سنتيم باش رسم ديك التقويره باش ما يجينيش داك الكم مني نخرجوا يدينا ما يبقى لناش داك القنت جاي داير هكذا، يعني تكون دايره العبايه. نتمنى يكون واضح. صافي كتشوفوا معايا راني قطعتها نيس واحد النقطه في الاسفل، لاحظوا معايا هنايا قلنا 45 سنتيم اللي هي هذه 45، ضروري صدوا علامه باش ملي توصلوا لهنايا توصلوا بالخياطه توصلوا حتى لهنا توقفوا. يعني لاحظوا معايا هذا هو الطول ديالها، الطول الكامل هو هذا. هنايا كديروا ديك التقويره كتحاولوا تجيبوها دائريه في الجوانب. هذه هي القيمه اللي طلعت بها من هنا لهنا، يعني المنتصف ديال الجلايل او اسفل الموديل كنقسموا على اثنان، القيمه اللي وضعنا نقسموا على اثنان وكنطلعوا بها في الجوانب. هنا القيمه اللي عندنا هي 45 سنتيم حتى لهنا، شنو درت ضروري توضعوا علامه باش من تجيبوا الخياطه توصلوا لهنا توقفوا. هنا غادي يكون لغلي ديال اسفل الموديل، هنا غتكون مغلقه من الجوانب يكونوا مغلقين. نتمنى يكون واضح. ندوزو دابا للطريقه ديال الخياطه. نبداو بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندنا هنايا هذا هو الخلف كيف كتلاحظوا معايا، هذا هو الخلف غادي نحط الخلف باش نلاقيو الكتفين. بسم الله هكذا باش تعرفوا الكتف غادي نبداو من هاد الجهه هادي، نحطو الكتف على الكتف وتصوبي كل وجه على وجه. اذا حطيت هاد القطعه هي الاولى. واحد القضيه مهمه عندك تخلط لكم الاسفل مع الجهه الفوق، هنا فحال اللي قلت لكم راني علمت الاسفل ديال الموديل درت فيه علامه، ها هو عندي فيه علامه واحده يعني نوصل بالخياطه غنوصل لهنا نوقف. هنا هادو هما الجلايل اتساع ديال الموديل هو هذا، وهادو الجوانب. اذا شنو غادي ندير، هذا راه كيتشابه يعني الاسفل مع هذا راه كيتشابه شي شويه كاين واحد قريب ليه. هنايا هذه هي الطريقه اللي هذا هو قلنا المنتصف ديال الكتف هو هذا، غادي الوجه على الوجه غير باش تعرفوا انا كنوضع فيه علامه باش كنعرف. كذلك وضعت علامه بالنسبه للفتحه ديال الكم فين غادي تكون عندي، وضعت علامه. اذا نبداو على بركه الله، انا ما غاديش نصور لكم الخيط باش ما نكونش طويله حيت سهله، راه معروف ان غادي تخيطوا هذا الصف هذا حتى نوصلوا عند الفتحه وغادي نوريكم الطريقه. لاحظوا معايا راني وصلت يعني من البدايه ديال الكتف حتى لهذا المكان، وهذه هي الفتحه اللي غادي تكون عندنا اللي غنخرجوا منها اليد ديالنا
هنا هي 18 سنتيم اللي حسبت غير 18 في الفسحه ديال الكم اللي غتكون فيه بهذه الطريقه. هذه وصلت لهذا المكان غنتوقف غندير لاريتمو اولا بوانداري ولا كما كنقولوا ذهب وإياد خياطة. صافي غادي نجي دابا وقفت هنايا غادي نجي لهذا المكان ديال الفتحة هنايا فين غتكون الفتحة ديال اليد ونكمل الخياطة ديالي. قد التوب ديالي مزيان بهذه الطريقة هادي. صافي غادي نخيط حتى نوصل لأسفل الموديل العلامة اللي وضعتها في الأسفل. الأسفل هنا في عندي 45 سنتيم في الأسفل هي هذه، هذا هو الأمام جهة الأمام، وهنا هنا في عندي 45 سنتيم اللي كنت وضعت فيها علامة حتى هي في الأسفل. غادي ندير ليها هاد الفنيتة ولا بينجل بهذه الطريقة هذه باش ملي نوصل لهنا نوقف الخياطة. هادو معايا نوصل دابا لعند ديك العلامة اللي وضعت يعني أسفل الموديل، هو هذا أسفل الموديل يعني هذه 45 سنتيم. وصلت ليها دابا بالخياطة وصلت لهنا غادي نوقف. لاحظوا معايا راني وقفت بالخياطة هنايا، هذا هو الأسفل ديال الموديل بهذا الشكل. دابا نخيط الجهة الأخرى. دابا حنا خيطنا بدينا من جهة الكتف، هذه هي فتحة الكم اللي غادي تكون عندنا. فتحة الكم هي هذه، هنا الكتف خيطنا من هذه الجهة. دابا غادي نجي للجهة الثانية وباش يجيني أنا نقدر نتحكم فيه يجيني على يدي، غادي نجيب القطعة في الأول خدمت الظهر اللي كان في الأسفل، غادي نقلب باش يجيني على يدي ويكون سهل عليا. ديما نقلبوا على الطرق اللي تجينا سهلة وتكون الوقت على جلة. إذا أنا نجيب القطعة الثانية وتكون هي الأسفل والظهر يكون فوق منها غير باش تجينا على يدينا. يعني هذه هي البداية ديال العنق، هذا الأمام، هذا منتصف الكتف اللي كتلاحظوا معنا وضع فيه علامات، هذه علامة، وهنا راه طول لكم المهم غير باش تعرفوا هذه هي الجهة اللي جاية الفوق ماشي الأسفل. هذا غادي ناخد هذه القطعة هذه كتلاحظوا معايا نحطها بهذه الطريقة. في الأول خدمنا كان الظهر هو اللي في الأسفل، دابا العكس ديالو. لاحظوا معايا يعني في الأول كنا خدمناه على هذا الشكل، دابا غادي نقلب غناخد هاد الجهة الثانية اللي هذا هو البداية ديال الكتف ونحطها فوق هذه، فوق هاد القطعة هذه ديال الأمام بهذا الشكل هذا غير باش تجيني. يعني ممكن نخدموها يعني بهذا الشكل هذا ولكن كنفضل أنا بهذه الطريقة باش تجيني سهلة على يدي. نخيط نفس الطريقة اللي وريتكم يعني حتى كنوصلوا للفتحة ديال الكم، يعني حتى نوصلوا للفتحة ديال الكم كنبداو من الكتف حتى نوصلوا للفتحة ديال الكم وكنخليو هذه الفتحة هذه وكنكملوا الخياطة ديالنا حتى للأسفل حتى لعند ديك 45 سنتيم ديال الجلايل ولا ديال الوسع ديال أسفل الموديل. إذا دابا كملنا هنايا هاد الجهة وهاد الجهة، يعني الجهتين بجوج. لاحظوا معايا هاد التقويرات الخلف وهادي التقويرات الأمام. دابا غادي نلصقوا ليها هذيك الباندا اللي قلت لكم نلصقوها في الامام، جات ما شاء الله واخا مازال ما مكمولاش والله الحاجه كتكون باينه وكتفرح بيها ملي كتكون يعني كتخيطها يعني كيبان لكم الفرق. هذه هي الفتحه ديال اليد، كتجينا هذه الفتحه ديال اليد جهه المرفق. حاولوا انا ديروا القياس اللي بغيتوا باش ما يجيش كانت الفتحه كبيره، عاود غتبين لكم شنو لابسين في الاسفل الا انا كنتو دايره ليها التبطين ديالها شي حاجه تجيو تلبسوها من التحت يعني التحتيه ديالها. اذا نكمل باش نطوش عليكم نجيبوا البانداز نخدموه. دابا غادي نلصقوا الباندا. بالنسبه للباندا فحال اللي ذكرت لكم انا خيطتها بالكحل، دايره الكحل في الماكينه معليش ما غاديش يبان انا في الدار. العرض ديال الباندا فحال اللي ذكرت لكم، العرض ديال الباندا 10 سنتيم والطول على حسب القيمه على حسب القياس اللي غيدور لينا على الموديل ديالنا. هذا هو اللي كاين. نبداو على بركة الله. سمحوا لي الأخت عائشة والأخت إلهام وأنا مبغيتش نذكر الكنية، المهم هي راه عرفات راسها. شكرا ليك ختيتي، شكرا ليكم كاملين كاملين كاع اللي كيكتبوا لي تعليق، حتى بالنسبة للرجال حتى هما شكرا ليكم، نتوما خوتي الحمد لله حنا كاملين خوت الحمد لله. شكرا ليكم بزاف على التعاليق الزوينين اللي كتكتبوا لي. إذا هذا الصراحة التوب هذا لأن كنت غنخدم فيه جبادور للرجال، يعني صراحة ما حطيتش موديلات بزاف للرجال إن شاء الله حتى نتوما، ولكن حتى نحط الأخت غنقول غير الاسم الأولاني ما نذكرش الأخير ديالها إن شاء الله البينوار. والأخت إلهام حتى هي بغات السروال العريض بالكاب، هذاك ماشي كاب، هذاك سميتو مونطو
يصلح في الشتا وفي الصيف ما شاء الله يا ربي. انا دايره فيه ليا لراسي دايره بالفوده الثوب غليظ ديال الشتا ودايره كذلك حتى ديال الصيف دايره منهم. سمحوا لي طولت عليكم. دابا غادي نبداو نلصقوا الباندا. طريقتها سهله بزاف يعني كنخيطوا يعني تلاقيوها في الوسط. انا الا كانت الثوب الا كانت الثوب انتما فحالي عندكم هاد القطعات هادو ما كاملش يعني الطول ديالهم خيطوهم. وحنا ملي كنطول الباندا على هاد الشكل يعني راه ما كيبانش داك الخيط راه ما كتبانش. لاحظوا معايا ما بيبيناش. صافي هادشي اللي كاين. انا غنبدا دابا نلصق الباندا. طريقتها سهله بزاف. كنجيو نبداو من البدايه ديال الباندا كنطوي على اثنان هاد الشكل هذا ونحطوه هنايا. صافي كنخيطوه ندورو على الامام ونديرو لوغلي ونوريكم الشكل النهائي. حتى كذلك يعني لوغلي انا صراحه نتني على حد على الحد ديال السرجي تقريبا سنتيم. غنطوي غير سنتيم هكذا حيت ما خليتش بزاف خليت جوج سنتيم هنايا ماشي ثلاثه حيت على قد الثوب حيت هادو كانوا عندي موجودين ما شريتهمش على اساس باش ندير بهم كانوا عندي ديجا. صافي غنتني هاد الشويه هذا. حتى بالنسبه للفتحه ديال الكون فيه مشات ديك الفتحه ها هي يعني حتى هي غادي نتني سنتيم ديالي بهذه الطريقه هذه طويها. كاين اللي بغيتو طوي اكثر ولكن كنفضل سنتيم حيت لو طويتو اكثر غادي تجي المهم اللي بغيتو. انتما طويتو بغيتو طوي جوج مرات ولا يعني لحد السرجي اللي بغيتو. بالنسبه للباندا فاش كتلصقوها انا ماشي نلصقوا الباندا فاش كنلصقوها ضروري كندوز واحد الخياطه هنايا هي اللي كتشوفوا معايا هكذا يعني باش ما كتبقاش تقلب يعني كتثبت هنايا واحد سنتيم كنمشيو ليها. اذن هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا معايا. صراحه العبايه طلعت رائعه الصراحه عجبتني بزاف. لبستها قبل ما تلبسها ما كان عجبتني كتجي مريحه يعني صالحه بالنسبه للبيت يعني مريحه حتى النساء اللي كانوا يعني نساء الحوامل ولا يعني جايه صيفيه اللي بغاها الصيف صيفيه زوينه وحتى اللي بغات تخرج بها راه كتجي جميله. نقرب لكم باش نوريكم كيفاش يعني الشكل ديالها وهي قريبه. شوفوا معايا الشكل النهائي القرب شوفوا كيفاش كتجي رائعه الصراحه. هادو هما الفتحه ديال اليدين هنا في الكم فتحه الكم كتجي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا كتجي واسعه مريحه. هنايا صراحه كتجي رائعه اللي بغات تلبسها مع الشال تلبسها اللي ما بغيتوش بالشال بلا شال حيدت له الشعر معايا. بالنسبه للكول دابا انا حيدت له الحجاب. شوفوا معايا بالنسبه للكول اللي شرحت لكم على 28 في الكول في الامام راه ما كيبقاش ديك 28 راه ما كتبقاش كامله. شوفوا معايا ملي كتحط ديك الباندا وحده فوق وحده ما كتبقاش كامله كتجي مجموعه في العنق. هادشي اللي بغيت نوري لكم زعما هادشي اللي بغيت نشرح لكم. حاجه اخرى اللي ما بغاتش ديك الفتحه ديال الازرار دير بحال اللي درت انا هنايا راه ما درتش فتحه الازرار غير زينت هاد الباندا هادي وخليت القيمه اللي غادي تقدني ان يدخل الراس بسهوله. خليت القيمه اللي تقدني في فتحه الراس والباقي درت فيه هاد الازرار هادو زينت بهم يعني كما في الصوره بحال اللي شفتو في الموديل تماما. نتمنى يكون عجبكم الدرس اليوم ان شاء الله. وقبل ما تخرجوا اللي مازال ما تابونا مرحبا بكم تابونا في لاشين ديالي وما تنساوش تدعموا لايك راه ما كنلقاش لايك يعني كنلقى ما شاء الله يعني القيمه يعني نسبه كثيره ديال المشاهده ولكن لايك والو. المهم معليش ماشي مشكل. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.